أما هلا بننتقل لمحطتنا التالية مع عالم الصحة النفسية. كثير من الأهالي بيهتموا بصحة أولادهم ورعايتها، لكن الصحة النفسية هي أهم جزء من هي الرعاية. كيف فينا نهتم بصحة أولادنا النفسية؟ كيف فينا نزرع الثقة بشخصيتهم؟ كثير من العوامل بتأثر، مو فقط إذا أمنت له الغذاء والمسكن والدراسة، في رعاية نفسية هي جدا مهمة بتأثر ببناء شخصيته. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أيمن السمان، ماجستير إرشاد اجتماعي وحماية الأسرة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد لي أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية يعني خلينا نعرف بأي عمر نحن منبلش زرع جذور صحيحة لأطفالنا لحتى يكبروا بيمتلكوا ثقة، لتكون شخصيتهم موحدة، مو عندهم شخصيات متعددة، إن كان بالبيت أو برفقة أمهم أو برفقة أبوهم أو خارج المنزل. فبأي عمر نحن بنعطيهم هذا الأمان لحتى يكون عندهم الثقة وكيف؟ الله يعطيكم العافية. هلأ بجوز تستغربي من جوابي. قصة تربية الأطفال بشكل عام وزرع الثقة فيهم وتنشئتهم بشكل سليم بتبلش من وقت اختيار العريس للعروس تبعه. فهذا الاختيار إذا كان مبني على أسس سليمة، في توافق بين الاثنين. يعني اختيار العروس مو اختيار العريس؟ الاثنين شركاء. أكيد الاثنين طبعا. أكيد يختاروا بعض. فإذا كان هالاختيار على أسس سليمة، الاثنين واعيين وعندهم خبرة بالحياة وعندهم يعني مؤهلين. هلا شلون الإنسان لما بده يسوق سيارة بيقولوا له أنت لازم تعمل دورة سواقة. فإنشاء الأسرة أهم بكتير من سواقة سيارة أو الشغل على الكمبيوتر. شلون نعمل دورات للكمبيوتر عشان نعرف نشتغل عليه؟ كمان إنشاء الأسرة هذا الاقتراح كتير مهم كتير بمجتمعنا، انه ينعمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، تأهلهم لحتى ينجبوا ابناء ويربوهم بطريقة عندهم سليمة وعندهم ثقة بنفسهم ويعني عندهم مؤهلين من كل النواحي، ثقة بالنفس وغيرها وغيراتها من النواحي الثانية. فمن هون من هذا الوقت ببلش، يعني من عند لحظة تأسيس الأسرة. خلينا ننتقل لكن للأبناء. يعني إذا الأم عندها هي الثقة والأب عنده هي الثقة وفي توافق وفي سلام بقلب المنزل، أطفالنا منجيبهم على هالحياة. يمكن عنا ظروفنا ما بتساعدنا أنه نعطيهم الشيء اللي أخذناه نحن بذكرنا. يوم كيف فينا هيك نعوضهم، نزرع لهم هي الثقة جواتهم؟ هلا قبل ما اقول لك يعني كيف بنزرع الثقه، خلينا نحكي شو هي الثقه. اوكي. الثقه هي قدره الانسان على الاعتماد على نفسه والايمان بقدراته ومعرفه نقاط القوه بشخصيته والاستفاده منها بشكل حلو مفيد له لغيره للمحيطين فيه، ومعرفه نقاط الضعف، نعرف نقاط ضعفنا كمان مشان نصلحها، مشان نقويها اذا عندنا نقطه ضعف معينه، مثلا ضعف بمشكله معينه بنقويها. فالانسان معرفه هالنقاط القوه والضعف بتخلي الانسان قوي ويقدر يواجه مشكلات الحياه، يقدر يحل مشاكله، ينجح بحياته، يحقق اهدافه، يكون انسان ناجح بحياته من هو طفل بالمدرسه لوقت لاخر عمره. فنحن كيف بدنا نزرع او شلون بدنا نزرع هالثقه بالنفس؟ مثل ما قلتي حضرتك، بينزرع الثقه بالنفس بتنزرع من اول 5 سنين بحياه الطفل. معروفه هي بعلم النفس انه اول 5 سنين هن اهم مرحله بحياه الطفل، بينزرع فيها حسب اسلوب التنشئه اللي بيتبعوه الاب والام والمحيطين الاقارب اللي محيطين بالطفل. فحسب اسلوب التنشئه، اذا كان اسلوب التنشئه بيزرع الثقه بالنفس، مثلا بالمحبه، بالتشجيع، بالكلام الحلو، بالتقدير، بالتنميه المواهب مثلا. فاذا كان هالاسلوب التنشئه بيعمل هيك، فاكيد لهتنزرع لهيطلع عنا طفل واثق بنفسه، ناجح، متفوق،
مثل الطفله الشام اللي البطله اللي فرحت يعني قلوب بلد كامل بتفوقها وبثقتها بنفسها. برايك هالبروباغندا الكثيره وهالاضواء الكثيره هي ما حتاثر على نفسيتها؟ يعني نشوف يعني انه كثير صار عندها هالانترفيوات، صارت ضجه كثير كبيره بعدها بنت يعني عمرها 7 سنين، يعني في شيء بجوز مخها ما يقدر يتقبله. صحيح. يعني اكيد كلنا كثير فخورين فيها وكلنا كثير انبسطنا اكيد بالشيء اللي حققته، بس كمان الشيء الزايد ما بدنا يقلب ضدها لهالبنت يلي هي تفوقت. اكيد هلا الثقه بالنفس، هلا هي عندها ثقه كبيره بالنفس وناجحه كثير ومحبوبه كثير. وبس يعني هي انسانه بنفس الوقت متواضعه، يعني هلا هو الصح كثره الاضواء والمقابلات وكذا احيانا هلا بتعمل الثقه الزايده بالنفس احيانا يعني بتصيب الانسان. نحن طبعا ما عم نحكي عن شام هلا، عم نحكي بشكل عام. بتصيب الانسان احيانا بالغرور، يعني مثلا الثقه الزايده لازم تكون الثقه معتدله، يعني الواحد لا يفرط فيها ويزودها ولا يكون والله يزل حاله ويكون متردد وخايف. طيب دكتور، يعني لما نقول يعني قلت ببدايه حديثك هي الثقه بالنفس من خلال رعايه الاهل، الاب والام للطفل كيف بيرعوه اول 5 سنوات، لكل الاسر يعني تتابعنا اليوم، لكل زوجين اليوم مقبلين انه ينجبوا طفل، خلينا نعطيهم خطوات اساسيه، يعني احنا عم نحكي عموميات، بس خليني اعطي خطوات. يعني انا اشتغل 1 2 3، انا بدي بلش مع ابني من اول ما يخلق، بنعرف اول 5 6 سنوات هي بتاثر على شخصيه الطفل. اي حد عنده مشكله نفسيه بيقول لك الدكتور انا برجع لطفولته فورا، لانه اكيد هي مشكله مرت بالطفوله. كيف فيني انا بلش مع الطفل من سنوات؟ لانه اليوم مختلف، يعني كيف بدك تزرع الثقه؟ اليوم بتشوف اهل متشددين، لا اهل بيدللوا، تربايه الطفل اليوم مختلفه عن التربايه سابقا. كيف يعني خلينا نبلش مع الأهل خطوة بخطوة فعليا ازرع الثقة بالنفس؟ لأنه اليوم في أي حدا ممكن يتنمر على الطفل ويأثر عليه بالمدرسة، ما في الضوابط الأخلاقية اللي كانت موجودة سابقا عنا بالترباية مع أهلينا. هلا هو أول شيء بالنسبة للأهل لازم مثل ما قلنا التخطيط السليم لأي عمل يعني هو بيؤدي لنجاحه. فالأب والأم إذا كانوا مؤسسين مظبوط والأسرة يعني متحابة وسليمة وفي مودة ورحمة بين الأب والأم، فأكيد إذا خططوا ل يعني إنجاب طفل أو طفلة يعني ناجحة بحياتها بيربوها تربية سليمة أكيد له ينجح هذا العمل. فالتخطيط هو أهم خطوة بالبداية، أن يكون في خطة أنه نحن والله بدنا ننجب مثلا طفل طفلين، بدنا نربيهم بهالأسلوب كذا. الاتفاق هذا والمحبة والمودة أهم شيء بين الزوجين. يعني اجى الولد كيف بده يتعامل معه بطريقه صحيحه سليمه نفسيا؟ هلا نحن اهم شيء بالنسبه عنا بالبدايه لتعلم اي شيء ولغرس اي شيء بالابناء هو الاحترام. الاحترام والتقدير والتوقير، لما الاب والام يحترموا ويقدروا مواهب اطفالهم مثل ما قلنا بيقدروا نقاط القوه فيهم، بيبنوا عليها بيقووها، سواء كانت مثلا جسمية مثلا برياضة معينة، بقراءة، بعلم، بفن، بموسيقى، أي كان. فنحن كل ما احترمنا الاحترام هو أساس التعلم، يعني بشكل عام للأطفال وللكبار وللصغار. فالإنسان بقدر ما بيحترم المتعلم المعلم سواء كان أب أو أم أو مدرس بالمدرسة. فمحدين ابن عربي الشيخ محدين بيقول لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق. يعني الإنسان الاحترام هو أساس التربية وأساس التدين وأساس التعامل السليم بين الأب والأم مع أبنائهم. فهذا بالبداية، وتقدير هالمواهب اللي عندهم، لا يسخر قوم من قوم. في كثير أب في 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 كثير أباهات للأسف بيستهزئوا بأبنائهم إنه والله إيه روح أنت كذا ما بيطلع معك شيء، أو بيسبوهم بألفاظ سيئة مثلا يا غبي البعيد أو كذا. فهي الألفاظ بتحطم نفسياتهم، السخرية منهم بتؤدي لأضعاف ثقتهم بنفسهم. هلأ الخطوة الثانية اللي مهمة كتير هو الكلام
الكلام، الكلمة، قوة الكلمة. كلمة طيب. أنا بتمنى شي مرة بمقابلة خصوصي نحكي عن قوة الكلمة. الكلمة يعني أحيانا الإنسان بيلفظها، سواء الأب لابنه أو الأم، أحيانا بتخلق منه إنسان جديد، بتعمل منه إنسان عظيم، وأحيانا بتدمره كلمة واحدة بتحكيها الأم أو الأب. فشفنا مثلا أبرز مثال، هلأ نحن عنا مثال جديد بحياتنا هلأ اللي فرحنا مثل ما قلنا بشام، البطلة الحلوة اللي فازت، تنشئتها كانت بناء على أم. الأم، شوفوا عظمة المرأة وعظمة الأم، اللي هي يعني أجمل هدية الله عز وجل خلقها للبشرية هي الأم. هي اللي بتبني الإنسان، وهي اللي بتنشئه تنشئة صالحة. فغير شام، أديسون. أديسون مين اللي عمله؟ طردوه من المدرسة وقالوا له أنت مريض نفسي. المدرسي مين اللي بنى أمه؟ قالت له أنت عبقري، أنا اللي هدرسك بالمدرسة، ما في مدرسين يقدروا يدرسوك، أنا بدرسك. وطلع أعظم، حولته من 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 مريض نفسي بنظر المدرسة والمدرسين، حولته لأعظم عالم عنده أكثر من 1000 اختراع. هاي الكاميرا اللي عم تصورنا هو مخترعها، المصباح، وعنده أكثر من 1000 اختراع. مين؟ الكلمة، كلمة أمه هي اللي زرعت فيها الأم، وكلامها الحلو هي اللي زرعت الثقة فيه، وخلته يتحول من غبي بنظر المدرسة لأعظم عالم. فالكلام عنا تنمية المواهب. فالطفل من أول ما يولد عنده مواهب، كل طفل عنده الله عز وجل جهزه بميول معينة، مواهب معينة. فنحن الأب والأم الأذكياء هن اللي بينموا هالمواهب، سواء كان رياضة، مثلا بيلاقوا طفل جسمه قوي رياضي، مثلا خرج يكون رياضي، عنده مواهب مثلا بالقراءة، بالشعر مثلا. في عنا الإناث، مثلا الإناث دائما، الإناث الله عز وجل عطاهم موهبة بالتعبير وبالقراءة وبالهية، يعني مو بس شام، حتى الإناث بشكل عام عندهم موهبة بالكلام، بيحكوا، لذلك البنات بتحكي قبل الذكور. فبتلاقي مثلا رعاية هالمواهب، سواء كان رياضة، سواء شعر، موسيقى، رسم، فن، أي شيء، بيؤدي لزرع الثقة بنفوس هالأبناء تبعنا. في عنا الرياضة، الرياضة بشكل يعني المواهب بشكل عام والرياضة بشكل خاص، من أهم الوسائل زرع الثقة بنفوس أبنائنا، خاصة بعض الرياضات. مثلاً لا تواخذوني، أنا مثلاً أنا مدرب رياضة بالإضافة إلى اختصاصي العلمي، مدرب رياضة وسباحة. السباحة، الرياضات بشكل عام بتعطي ثقة بالنفس، والسباحة بخصوصاً بتعطي ثقة بالنفس قوية. ليش؟ لأنه أساس السباحة، يعني الإنسان بيفوش بالمي إمتى؟ لما تكون عنده ثقة بنفسه، يعني لما يروح الخوف من المي. فالطفل لما نحن نعلمه سباحة مثلا بعمر صغير، مثلا 3 سنين أو 4 سنين أو 5، فبتلاقي بتعطيه شجاعة، بتعطيه قوة، بصير عنده ثقة بنفسه أنه أنا قوي، أنا بقدر أسبح، بقدر خوض المي وروح لمكان بعيد وكذا. فالرياضات والمواهب هي كتير بتأثر بزرع الثقة بولادنا ونجاحهم. طب شو هي أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهل؟ يعني كثير من الاخطاء الشائعه ما بينتبهوا، لانه بيتصرفوا مع اولادهم بيعتبروا انه هم عم يتصرفوا بطريقه صحيحه، لكن بتاثر على نفسيتهم وشخصيتهم بشكل كبير. من اهم الاخطاء اللي بيرتكبوها الاب والام او حتى المحيطين احيانا المدرسين او كذا، هي مقارنتهم بغيرهم. اللي هذا بيروح ثقتهم بنفسهم، بيضعف ثقتهم بنفسهم، بيقولوا له مثلا شوف اخوك احسن منك، شوف ابن الجيران طلع احسن منك، والله اشطر منك. هذا أكبر غلط بيرتكبوه الأب والأم. المقارنة مع مين لازم تكون؟ مع نفسه. يعني المقارنة السليمة بيقولوا له أنت كنت من قبل أحسن من هلأ، بدنا إياك ترجع مثل الأول. هاي المقارنة السليمة، لما بده يقارنوا بشيء معين. أما مثلا مجرد ما قالوا له يلا شوف أخوك، بصير بقى بتقل ثقته بنفسه، وبصير بيحقد على أخوه، بيغار منه، بيحسده كذا، أو من رفيقه أو من جاره. فهي من أهم الأخطاء اللي بيرتكبوها. طبعا مثل ما قلنا الاستهزاء يعني قدرات أبنائهم، بيستهزئوا فيها أحيانا بالألفاظ السيئة، يا غبي البعيد أو يا كذا. هي من أكثر الأغلاط اللي بيرتكبوها الأهل، بتحطم نفسية الطفل وبتقلل ثقته بنفسه.
لكن نحن بدنا نتشكرك كثير على كل شيء قدمت لنا اياه، ونتمنى التربيه الجيده والصحيحه وتعزيز الثقه بالنفس لدى ابنائنا، لانه اكيد الثقه بالنفس هي تبني مجتمع بحاله. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.